السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. مرة هذه الفوت شامبيون قسمت المقطعين فقط، 15 مباراة، يعني 15 مباراة مقطع، 15 مباراة ثانية مقطع ثاني. خليكم على 15 مباراة الأولى، صارت فيه أحداث رهيبة ولا تفوتكم ها. وبس ترى قاعدة تمرن يعني عشان أحسن الدفاع لأني نوب وكلب وزي كذا ها. يلا خليكم مع المقطع يلا. حزمة لاعبين جامبو نادرة باكج 100,000، يا رب يطلع في لاعب أزرق. تعرفون عدد اللعيبة الزرق اللي موجودين الآن، يا رب يطلع لاعب أزرق. طبعاً الباكج غير قابل للبيع، أي لاعب راح يطلع لنا فيه ما راح ينباع. طيب فأنا مع يعني مفترض يكون الحظ كويس، يجيني لاعب أزرق ما ينباع، اتس اوكي. بسم الله توكلنا على الله. يا سلام ووكاوت، حلو ووكاوت شكله اوكي. ذهب إيطالي نو استي، مين الفي سي قوي؟ لاتس يو، او ماي جاد، اي موبلي. لا يا اخي لا 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 لا، هذا اللي انا تعبت عشان طول اسبوع عشان قاعد اسوي التحديات حقته، اي موبلي. طيب لو طلع اللعب ازرق ما ينباع يا اخي. طيب مين مع لعيبه؟ اوه اثنين فورم، او ماي جاد، اي موبلي كوكي لاكازيت، طلع لي كابيلا. طبعا ذول اللعيبه ما ينبعون اوكي، فراح نحتفظ فيهم في النادي. وفي اصلا في من تحديات الاسبوع اسجل بلاعب فور كويس، هذا راح يريحنا جدا. هذه مباراه تعتبر تسخينيه لانه من جد انا قاعد اسخن. يا معلق فوز باقل مجهود تقريبا. اللي بعد خمسة دفاع يا مجرم. وات هذه مين تشكيلتي يا اخوان؟ ذي مين تشكيلتي؟ هذه ما هي تشكيلتي، هذول ما هم لعيبتي يا اخي. جينا في جلتش القلة حيه. يا مسلمين حرام، اخرب عليه احط له هجوم فان دايك خرب. سجل هدف. طيب انا شوف دوبه جت تشكيلتي، شوف ما يمديني، هو مو معقول، شوفها اشوفها من هنا بس لما نخش ما يمديني ابدل. اخوان واحد مدافع والثاني برونزي. تكفى سجل. ايوه يا شيخ ايوه هو. يلا 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 ان شاء الله ما نخسر، حتى ترى ما نلعب بدون كام وبدون مهاجم، كان أنا منتخب البرازيل واثنين من الحارة. يا شيخ شوف بالله من شاتها، شوف إلى عن شكل طولها. يلا نيمار، اوه يا نيمار، اجلد يا نيمار، يا اسطوره يا نيمار. ليتس جو مشان يبي يسجل، حيسجل. الله يا وحش يا كبير يا قوي، الله ما حد قدك يا شيخ. ليتس جو انسحب. ليتس جو، والله صح يا اخي، لعيبه برونزيين، دف مدافع مهاجم، انا اجلد. اوكي عنده الاسطوره بنزيما، عنده ادوريس اها، جاريث بيل، عنده كم لاعب في الملعب يضرب راس، مدافعين وقصار كله.
الله يا فان دايك لحق جارث بيل يا شباب. خلاص فان دايك رسميا اقوى مدافع في اللعبة. يلا سلطان شوف كانها ضربت في جدار ورجعت جداري. سلطان ارحم امك. تكفى ما طلبنا منك المستحيل. يلا صح يا نيمار. هنا لما يكون عندك رجال اسمه نيمار ليتس جو يا كبير ليتس جو. شيل كوره يا مدير وهيا ليتس جو. خلاص خلاص المفترض ما تشوت. خلاص يلا هي او ماي جاد يا عيال هذه جول المفترض. ما فيها شيء ما في شيء حكم والله. كان دخول عادي اصفر كل شوي يعطي اصفر كل شوي يعطي اصفر. يلا يا بيبي تكفى قفل عن برو قفل عن برو ارجوك يا شيخ. يس 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 الله اكبر في التسعين في الدقائق التسعين. يس يا بيبي يا مسطوره يا مجنون يا مسطوره ليتس جو. يلا يلا الحمد لله. مبابي المباراة هذه مختفي سيء ما قدم ولا شيء عكس المباراة الماضية كان ممتاز. حلوين يا جماعة حلوين حلوين. تكفى اصلك معانا يا هو. لا 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 يا اخوان لا لا يا اخوان. يلا سجل يا شيخ شقو. الله يا سلطان الله 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 ياتي بالحلول هو ليتس جو. صح كانت لي يا اخي والله يا سلطان انت ما تشوف ولا ايش؟ والله كانت للي فاتحها في النص قسم بالله موجه عليه كل ايوه يا شيخ. قفل 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 يا شيخ قفل يا شيخ ليتس جو. سلطان ليه خربت الهجمه الحلوه هذه؟ اوكي هدف شاطر صح. يلا صفر يا حكم. اوه متحمس شت. يس يس الحمد لله. حلوين يا عيال حلوين حلوين عدينا عدينا والله عدينا. الله اكبر حق يا اخوان. وهذا لاعب هاندانوفيتش من غير كيمستري. والله كيف صح يلا يا بيبي تكفى. الله يكفى ام الشيطان. جيبها جول يا اخي هو من نصف فرصه. ايه يا شيخ الله يقلع الشيطان الشيطان. ليتس جو ليتس جو. هي 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 هذا اللي موسوس للشيطان. هذا اللي موسوس
يلا يا نيمار تكفو. واو والله جول يا عيال راح. يلا السلطان بسرعة. يا سلام يا سلطان. او ماي جاد يا القوة. شلت طب واللي قريها طيب؟ وين وين؟ والله قريتها. ها راقب وقاري كل حاجة. واو قريك. يلا يا سلطان. يس الحمد لله. ليتس جو ليتس جو. الله يا خلت الله يا نيمار. والله يا ابراهيموفيتش السلطان. هلا الخمسه دفاع ينفعونك. هدف السلطان يا جماعه حلو والله. صح يا سلطان صح يا سلطان. يا سلام 9 انتصارات من اصل 10 تقريبا افضل ريكورد لي من بدايه فيفا 19. هل راح استمر بهذا المستوى ولا راح اخبس امها واجيب العيد واجيب امها طامه وطاره وجدار وفورد داخل على مجمع سكني؟ يعطيكم العافيه على المتابعه. لا تنسون اللايك تشتركون في القناه اذا ما كنتم مشتركين. السلام عليكم.